مساء في القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش. أهلا بحضراتكم في موجز لام وآخر الأخبار يأتيكم من أكسترا نيوز. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصحبته ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان جولة في مدينة العالمين الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الجولة شملت تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة فضلا عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية ومتحف العالمين العسكري. أضاف راضي أن بن زايد أعرب عن إعجابه بما شهده من أو خلال الزيارة من إنجازات تحققت خلال فترة زمنية قياسية وما تضم المدينة الجديدة من مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيدا في هذا الإطار بالرؤية العصرية لبناء المدينة ضمن سلسلة المدن الجديدة الجاري بناؤها على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستساهم في تحقيق طفرة تنموية وإدارية تعد أساسا قويا لبناء مصر. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتعرض لتعديل الهيكل أو النظام الاقتصادي في مصر. وخلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية أشار عبد العال إلى أن الحوار المجتمعي يدور بلا سقف ولا حدود لإبداء الرأي، لافتا إلى أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدي إلى استقرار البلاد. قال عبد العال إن أبواب الحوار المجتمعي بمجلس النواب مفتوحة وشفافة لجميع شرائح المجتمع، معلنا أنه ليس هناك صياغات نهائية للتعديلات حتى هذه اللحظة، وموضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد حتى الآن موعد الاستفتاء على تعديل الدستور. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم واستمع لشرح مفصل من مسؤولي المستشفى حول الإمكانات والأجهزة الطبية المتوفرة بها، حيث أشارت وزيرة الصحة هالة زايد إلى أن المستشفى يعد من المستشفيات النموذجية بالمحافظة. وجه مدبولي بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير المستشفيات كافة ليتسنى للمواطنين الحصول على خدمة صحية أفضل. كما زار مدبولي محالج القطن بالفيوم لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها، مؤكدا ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بمحالج الأقطان. وخلال جولته التفقدية زار رئيس الوزراء كذلك مدرسة الفيوم الثانوية بنات وأجرى حوارا مفتوحا مع طالبات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن النظام الجديد يشجع على التفكير والابتكار والإبداع. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن الانتهاء من مسح ما يقرب من 14 مليون ونصف المليون مواطن بالمحافظات السبعة في المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، وذلك منذ الأول من مارس الحالي وحتى أمس. أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من المبادرة وصل إلى ما يقرب من 45 مليون ونصف المليون مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح المواطنين كافة وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. قالت الوزارة أنه من أجل وصول خدمات الحملة الرئاسية لكافة شرائح المجتمع فإنه سيتم إنشاء مركز اتصال لتلقي مكالمات ضعاف السمع والنطق عن طريق الفيديو كول لتعريفهم بخدمات المبادرة وتوجيههم لتلقي التقييم والعلاج. استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا وفدا سياحيا متعدد الجنسيات يضم زائرين من ألمانيا وإيطاليا والبرازيل قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أهمية القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين.
فاز اليوم السابع بجائزة الصحافة العربية في دبي عن الفئة الإنسانية والشبابية، واستلمت الزميلة إيمان حنا جائزة دبي عن الصحافة الإنسانية عن سلسلة حلقاتها من اليمن، والتي تضمنت تغطية خاصة لمناطق النزاعات وانفردت خلالها بقصص إنسانية لضحايا الحرب اليمنية، فيما فاز الزميل محمد سلمان بالجائزة عن الصحافة العربية للشباب. وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة 18 لجائزة الصحافة العربية بنادي دبي للصحافة تحت رعاية الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. ختام هذه الجولة الموجزة من الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.